ونناقش آخر أخبار الأسواق العالمية بمزيد من التحليل مع ضيفتي نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا نادية، كل عام وأنت بألف خير. دعينا بداية نتحدث عن المؤشرات الأمريكية وتراجع الناسداك في 2022 بنسبة فقط 36%، وهي تعد الأكثر تراجعا منذ الأزمة العالمية المالية. هل تتوقعين أن نشهد سيناريو مشابه في 2023، وخاصة بعد ارتفاع الضغط على العملة الخضراء والدولار؟ ويعني كنا قد شهدنا ارتفاعات في عملات أخرى مثل اليورو والسلع كالذهب، فبرأيك هل سيستمر الدولار بالتراجع؟ مرحبا رولا، كل عام وانت بخير. نعم، نبدأ بالأسواق الأسهم التي شهدت بالفعل انخفاضات يعني بنسبة كبيرة جدا منذ 2008 recession، ويعني اليوم أيضا صرحت الـ IMF بأننا سنشهد انخفاض في الـ global economy في هذا العام، فنتوقع أن نشهد نعم هبوط أكثر أو بحد أكثر من أسواق الأسهم، ولذلك طبعا من يعني وتيرة السياسة النقدية التي حتى لو كان فيها نوعا ما هبوط أو تباطؤ في الوتيرة التشددية، فهذا لا يغير من السقف النهائي لأسعار الفائدة الذي يعني يعادل 5% أو سيكسر هذا الحد، فذلك يعني ينعكس على أسواق الأسهم، وسنرى أن S&P والناسداك والداو كلهم سيشهدوا انخفاضات أكثر. بس تاريخيا بالفعل يعني لا يعني مش هنشوف باتم غير أم أن نرى بالفعل ركود اقتصادي، فيعني الآن نحن نتوقع ركود اقتصادي، ويعني ممكن أن نشهد ركود في إنجلترا أو في أوروبا من أزمة الطاقة، لكن ولكن يعني لسه لما يكون في ركود بالفعل في الولايات المتحدة سنشهد ضغوطات أكثر في أسواق الأسهم. نعم. طيب. أما بالنسبة للدولار فقط لأذكر حتى نادية، كنا نتحدث عن ارتفاع كان واضح في 2022 على الدولار، والارتفاعات كمان لاحظناها بعد ما تفوق الدولار على اليورو وخسر اليورو مستويات الباريتي، ثم لاحظنا إذا تبهتي آخر تقريبا شهرين في السنة الماضية عاد اليورو وثبت فوق الباريتي، والارتفاعات أيضا شملت الذهب اللي استفاد من العطلات واستفاد أيضا من عمليات جني أرباح محدودة كانت على الدولار. برأيك هل سيستمر الدولار بالتراجع كما لاحظناه في الجلسات الأخيرة من العام الفائت؟ ممكن أن نشهد تصحيح بعض الشيء في الدولار الأمريكي، ولكن سيتم في نطاق ضيق يعني ما بين 104 و106، وذلك يعني سيكون مدعوما نوعا ما من السياسة النقدية، لكنه بالفعل في اتجاه هبوطي، ولذلك لأنه يعني فقد الزخم على الدولار واتجهنا إلى الذهب، فيعني حتى إذا رأينا أسعار الذهب فإنها كسرت مستويات 1825، وإذا تمت في هذا الاتجاه ستقوم بكسر اتجاهات أو مستويات 1830 و 1845، يعني في عوامل كثيرة تدعم أسعار الذهب، ولكن الأكثر يعني أكثر العوامل هي الضغوط على الدولار. أما بالنسبة بالنسبة اليورو، اليورو طبعا مدعوما من ضغوط على الدولار، وأيضا تشديد السياسة من أوروبا، ويعني خلاص سعرت الأسواق أزمة الطاقة، فيعني ممكن أن نشوف برضو بعضا ما تصحيحات على اليورو، ولكن يعني لا أتوقع أنها ستنخفض أيضا بلو باريتي في هذا الربع الأول من هذا العام، لأننا سنشهد بعد ما يعني هبوط في أو اتجاهات هبوطية في الأسواق الأسهم، ونشهد الآن نوعا ما يعني stability في أسعار اليورو عند نطاق 1.06 وأسعار الباوند عند 1.20. ولكن أنا ننتظر البيانات الاقتصادية التي يعني ستحرك الأسواق، وسنشهد مسار الأسواق من قبل هذه البيانات الاقتصادية. طيب
نادية، خلينا نتكلم على النفط هلا. بالتأكيد مر النفط بالكثير من التقلبات خلال العام الماضي، سببه طبعا كان بالدرجة الأساسية عوامل جيوسياسية، الحرب الروسية الأوكرانية، الإغلاقات اللي حصلت في الصين لارتفاع أعداد كبيرة بإصابات بفيروس كورونا، والخوف ما زال حتى الآن مستمر بشأن موضوع الطلب العالمي من الصين ثاني أكبر مستهلك له. لاحظنا أنه النفط لامس مستوى $120 البرميل في يونيو تحديدا 2022، ومنها استفادت الدول المنتجة من الفائض بشكل لافت لديها، بعدين عاد ذهب إلى مستوى ودون $80، وهذا اللي ودعنا فيه بتذبذب واضح في نهاية العام الفائت. هل ممكن يتكرر هذا المشهد هذا العام؟ ما هي المستويات التي تنصحي بمراقبتها؟ فالنفط يعني شهد تقلبات كثيرة في العام الماضي، وذلك بسبب أزمة الطاقة، الحرب على يعني أوكرانيا وروسيا ما بينهم، وأيضا يعني إغلاقات الصين. فنتوقع أن نشهد هذه التقلبات في الصين وافتتاحاتها وتغليقها يعني ستمد في هذا العام، لأنه يعني من ناحية نرى أن الحالات تزيد في الصين، ومن ناحية أخرى يتم تصريحات بأن سوف يعني يقوموا يعني بالإفلات أو يعني سيحرروا من هذه الإغلاقات. يعني الصين تكون محرك أساسي لأسعار النفط بما أنها المستهلك الأساسي، second largest مستهلك أساسي للنفط، ولكن أيضا في تصريحات من روسيا أنها سيكون في Russian oil ban على النفط إلى الدول G7 التي قامت يعني they agreed على $60 للبرميل السانكشن الذي حطوها الجي 7. فيعني طول ما احنا عندنا يعني هذه العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط والإغلاقات والتصريحات المتقلبة من الصين، فسيزال النفط في يعني تحت ضغوطات. وأيضا نحن بانتظار بلس ميتينجز غدا، ويعني نريد أن نعرف هل سيستمرون في هذا الكاتينج برودكشن ب 2 مليون بارلز بير داي. نعم، وأنا أشكرك ضيفتي نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب، ومن جديد كل عام وأنت بألف خير.